بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي، مهندس برمجيات، ودائما مع قناة سوفت ويب. و سنبدأ إن شاء الله دورة في الدلفين. غبنا عليكم قليلا لأن وعدني الأخ علي علوي أن يقوم بالدروس، لكن للأسف مشغول جدا، وأيضا حاليا يعمل على الدوت نت، لذلك ليس لديه الوقت للرجوع إلى الدلفي، ولذلك قررت أن أتكلف بهذا. وإن شاء الله كل الدروس التي عملناها في ليكس مارين فورمز هذا هو، ولكن هل نستطيع بسم الله الوصول الرحمن الرحيم. أو لا؟ إن شاء الله نستطيع الوصول كما وصلنا في ليكس مارين فورمز. كما تلاحظون كل هذه دروس ما شاء الله استطعنا عملها بحول الله، سيكون في الدلفي في المونكي دروس، وبحول الله سأسترجع إمكانياتي في الدلفي، لأني مضت فترة 8 سنوات لم أعمل على الدلفي إلا سطحيا جدا، وخاصة في المونكي لم أعمل عليها إطلاقا، مجرد عمل بعض التست من حين إلى الآخر، لكن لم أعمل عليها. لذلك بحول الله سنتعلم عن في المونكي وبرمجة الموبايل بالدلفي، ونحاول كل ما قمنا به في الإكزمارين فورمز في السي شارب سنقوم به في المونكي. ننطلق بحول الله مع تثبيت الإصدار الجديد للدلفي اللي هو كوميونيتي. هذا الإصدار كامل إن شاء الله، نستطيع، ليس كامل 100%، لكن به الكثير من الإمكانيات التي تمكننا من عمل تطبيق إلى النهاية. بعد تثبيت أو تنزيل هذا الإصدار، أوكي، من المفروض في الميل نتحصل على سيريال نمبر عند التسجيل في هذا الموقع، وعمل داونلود، ونضغط على تشيك ميل، ونتحصل على الليسانس في الميل. نعمل نسخ هنا للميل، لكن هو بيرسونال، لذلك سأوقف التسجيل. بعد إدخال السيريال نمبر نعمل نكست، وننتظر قليلا حتى يتم تثبيت الدلفين. سنغلق هذا، وهذا أيضا لسنا بحاجة إليه. قلت أن كل هذه الدروس قمنا بها، وكانت هناك دروس في الدلفي ويب سيرفيس، الدلفي كوم، والدلفي إيزابي أيضا، وعملنا مقارنة أيضا ما بين الدوت نت، منصة الدوت نت والدلفي في دروس. تحدثنا أيضا على اللنترا ويب، وكما نقول نسميها ويب فورم في الدوت نت، ولا في الدلفي نسميها انترا ويب. وشرحنا أيضا هنا كيفية عمل ويب ابي ام في سي لموقع ويب الدلفي باستعمال داتا سناب الويب سيرفيس، او ويب ابي بالداتا سناب والكليونت الذي يعتبر الكاتب فرونت اند، عملناه بالجافا سكريبت. ايضا ماذا عملنا بالدلفي؟ استعملنا مكونات ماركو كونتو في الرازور، بعد ظهور ام في سي رازور في الدوت نت اردنا ان نطبق نفس الشيء. والويب بروكر، حقيقة الويب بروكر سريع جدا في عمل تطبيقات الويب، إلا أن أمبر كيديرو لم تدعم لحد الآن الويب بصفة جيدة، لذلك يبقى هو النتيجة سريعة لأن الويب بروكر سريع جدا، لكن الأداء أو طريقة البرمجة قديمة جدا، هي منذ أمبر كيديرو، منذ برلوند، ولم تطور هذه الطريقة في تطبيقات الويب. ننتظر ان شاء الله دمج الاكس جي اس، لان لحد الان هي موجوده لكن ليس في الاصدارات المجانيه في الاصدار اركتكت، وليست هي ايضا مدرجه في الراد ستوديو، بل هي سيباري، ونستطيع الوصول على الويب ابي باستعمال الراد سيرفر، وهو الجديد راد سيرفر ليعوض لنا داتا سناب ويب ابي. اذا هنا نقوم ب تشيك اول اندرويد واي او اس و 64 بيت كل شيء. تاكدوا ان النت فريم ورك 3.5 مصطلي او مثبت في الجهاز، هذا لابد من تثبيته في الجهاز قبل بدايه التشغيل. ثم نختار اللغه، نختار اذا اردنا امثله، لا اريد امثله لان الامثله ستثقل الجهاز، وكلش موجود في الويب، لا داعي لتثبيت امور. شرط لسنا بحاجة إليه، لكن مادام موجودة مساحة في القرص. يونيت تيست لسنا بحاجة أيضا إليها. انتر باز، نو انتر باز،
اندرويد بحاجه اليها، وجافا ديفلوبر كيت ليست مثبته اذا بحاجه اليها. اوكي سنعمل نكست. وننتظر حتى يقوم بعملية التثبيت. هنا سيطلب مني التأكيد great all للأصدقاء لأندرويد وغيره. أوكي سننتظر قليلا وأعود إليكم بعد لحظة. وها هنا انتهى التثبيت. سنجرب تنفيذ الدلفي لأول مرة بعد في هذا الجهاز بعد أن ثبتناه. بعد أن تحصلنا على الواجهة نختار ونعمل سأترك ما هو لماذا default folder project. سأترك كما هو. وأخيرا تحصلنا على الدلفي. نعمل مشروع موبايل مباشرة لينك. وكما تلاحظون هنا أن الـ iOS وأن الأندرويد و64 بيت و 32 بيت. أوكي قمنا بتثبيت كل شيء. من المفروض إذا تم كل شيء بنجاح سيشتغل. سنضيف لابل، أفضل أن تكون الانسبكتور دوبجي في جهة مثل الفيجوال ستوديو. والخصائص هذه لا أحتاجها دائما، والخصائص تكون في جهة مقابلة. أفضل هذا الشكل على الآخر. وهنا لابل وبوتن ليكون أول تطبيق إن شاء الله موبايل. سنجربه على الأندرويد. نعمل Activate أندرويد ونجرب. لابد من تسجيل المشروع. الآن سيقوم بتثبيت الأندرويد. قم بتنزيل الـ SDK. GDK تم تسجيله و الـ SDK الآن سننتظر قليلا. تم تثبيت كل شيء بنجاح. الآن ماذا يطلب؟
بعدها ظهرت هذه الرسالة أين يطلب مني أنه لا يجد ديفايس أندرويد، أي جهاز أندرويد متصل بالجهاز، ولا إيميلاتور، لأن الإيميلاتور الذي هو لا يوجد عندي إيميلاتور عفوا في هذا الجهاز. إذا لابد من تثبيت إيميلاتور أو ربط الجهاز. سنجرب ربط الجهاز أولا. تم ربط الجهاز، ومن المفروض نعمل ريفرش في التارجت لأنه مسار الجهاز، أي الأجهزة المتصلة والإيميلاتور نجدها هنا من المفروض، لكن لا يظهر. سنقوم بالحفظ، نغلق البرنامج close all ونعيد فتح التطبيق. اوكي، أندرويد تارجت لا يوجد. اوكي، سنرى ذلك لاحقا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.